السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع منقص. قبل ما يبدا المقطع لا تنسون زر اللايك واشتركوا بالقناه اذا انتم مشتركين. ترى اغلب اللي يشوفون المقاطع ما اشتركوا، فاشتركوا خلونا نوصل 1 مليون في اقرب وقت. الله يسعدكم على الدعم، الله يسعدكم على الدعم اللي قاعد اشوفه. كل مقطع منقص فوق 20,000 لايك، والله العظيم شيء رهيب جدا. فيا ليت ما تكسروا هذا المقطع بالدعم. واغلبكم قال طول المقاطع لا تخليها 8 دقائق 10 دقائق، هذا المقطع تقريبا 15 دقيقه شيء زي كذا. ان شاء الله يعجبكم وبس استمتعوا في المقطع. هلا سويت تحريات صدقوني ثاني مرة. يا الله متى نصير مبوس؟ خلاص هلا والله يا قش الاخبار. كهربا قدام. هلا والله كلاش. هنا خما. كلاش مين؟ كلاش عقش؟ مين الكلاش؟ كلوش ودوده. هلا والله كلاش. كلاش. لا هلا. كلاش. وخل عني. أقول لك وخل عني ولد. كلاش؟ هلا. شو الأخبار؟ أنتم بوستر. هو جذا لا الله والله مت الله ياخذك استغفر الله. اصبر شباب ام دبل حمد فواز وينك؟ لا ايش بس انا في الكهرباء مع خالد وريان. اوكي وكلاش معي. محمد جيمز الستورج مسكر علي. ستورج ما تكفل ما تكفل. اصبر كلاش انت شايفه قبل شوي كلاش. انا وكلاش تقفل علينا باب في ستوريج في السكيورتي واللور انجن. يوم قمنا نسولف شوي فجاه دخلت الرياكتر جيت وخلص مهمه لقيت جثه فوق على اليسار مره عندي مهمه بالضبط. طيب خلصتوا؟ ايه. احد عنده ساس على احد؟ انا وكلاش الوحيدين في المكان وكلاش شايفه جاي من المدبي فمو بسوس. طيب يعني. انا ساس على اثنين. مين؟ كلاش محمد جيم. لا يا اخوان ليش كلاش وليش محمد جيم؟ انا ما اتهمت، انا قلت سس. ليش كلاش وليش محمد جيم؟ لا شوف طيب انا عندي سس واحد خالد. ليه؟ شخص انا الوضع كذا. لا بس والله كلاش تضحك انت صراحه. يلا ريان يا امبوستر بسرعه. وش توي جاي؟ وش صار؟ انا سكبت صوت على خالد. سكبت انا. اهل خالد المسكين مسكين الله يشغل العالم. كل ما جي تنزل تحت يسار يمين يتسكر باب وجهي. اوكي نشوف مهمات. في مهمة دبي. اوكي شو الحركة ذي؟ اشوف يعني وراك مقفل ابواب اذبح اخوي اخلص يا اخو ما بذابح لا تقعد تسولني. انا بوستر بس ما بذابح. غلنا. هلا والله محمد كيف الحال؟ كرباب اوكي اكيد ايش اسمع اكيد في الادمن ترى. ها اسمع اكيد في الادمن من كلاش. ساتر يا ما شاء الله يا الاذن كيف سمعت معنا اكيد ايش يا كلاش. ها اكيد وش قلت انا والله اني نسيت. ها دور حرش انت. اوكي دور حرش. هلا والله خلودي شو الاخبار؟ تكفى خلنا اشوف حمام الفاس اذبحني تمام؟ يلا يلا وخر على البنت وخر على البنت عشان اذبح. يا باعوص احمل ملفات. اسفين بس في الامبوستر طفل كل شوي قاعد يقفل ابواب يعني ايه هذا خلانا نشك في كلاش لكن دقيقه هذا الكلاش المسكين. انا خالد في الالكتريك. لحظه صوتت على مين خالد؟ كلاش كنت وراي. شوف كلاش عينك. كلاش انت شوف اللي انا اشوفه. انا ابرئ في سلوم محمد فواز الاحمر واتهم القاتل ذو الورده الزهريه ريان اي في. طب اصبر ريان اي في اصبر اوكي اتهامك بس حبلها. انت وين كنت تقول فيه؟
وينك فيه؟ هو معي محمد ومزيكس كيو قبل ما يحيدنا بالثلاثة اللي بيصوت يصوت انا معي وينك؟ لا لا الحين الحين انا ما سلوم اكتريسيتي انا ما سلوم انا فيه انا وكلاش انا وخالد فيها انا فوق انا فوق انا وخالد يمكنكم تحت ما ادري يا ايش صار قاعدين تصوتون ما تدرون وين جثه طيب انا سويت سكيب ايش فيكم لا قول خلنا ننطرد يا رجال انا بشوف مني كم معي ذا كم القهوه ابو شكلكم ريان انا قمز انا مو بقمزكس يعني في صوص خفيف والله كلاك كلاش يا بزر خلاص انا عرفت انك تسكر البيبان فوقفت هنا طيب يا عيال وضحت صح وضحت السلوم وشي ضحت من بوستر انا بوستر ايه انه مزكس خالد خالد كم معي دقيقة مزكس مدعي مزكس انا اثق فيك بيننا كمستكة مبوتي فرفضور مستكة حلو محمد حلو انت تثق فيني اثق فيك روح انت من تثق فيه انت من ما تثق فيه كلاش الله لا يوفق على دوبليس ها وقف سلوم انت تثق فيني انا شفتك في الادمن اصبر شفتك في الادمن وطلعت من الادمن طيب وانت ما سويت شيء ولا لا ورحت الالكتريك ما اقول اني اضمن كل ما اضمنك ما ادري يا اخي الورده مسكين ليش تطلعونه شوف المنافق انت اللي مطلع خالد عليه طقطق مو بمبوستر صدقني خلي ينفك امرجنسي رحت قهوه مع ريان ترى مو بنت انا ترى مو بنت لحظة فكني بالدنيا ايه غلط في الرقم اوكي يلا يا امبوسر مين اصلا مين امبوسر يا شو مزكس سكر الباب يغير احشر اشتم راحة احدنا يا عيال مزكس راح لا سكيب كذابين نذل والله نذل انا الوحيد اللي سويت سكيب يا كذابين باقي المهمات انا خلص انا باقي لي مهمه في شيلد واحده أنا بس مهمه في شيلد ومهمه في الستورج اوكي راح اخلص شيلد مهمه في شيلد ستورج بس كذاب ما في اسف حلو كلاش بزر اوكي ابغى اشوف كان في قتله ولا شيء ابغى اشوف في قتله ولا لا اوكي اذبح دبل مزك اذبح اوكي يا فاشل يا امبوستر يا فاشل ليش سويت انا خلصت سويت كل شيء يا امبوستر يا فاشل مستوى انا ادري مو خالد قاعد يعلق على الريبورت انا بروح فوق لا تروح فوق راح تحت يلا روح تحت تعال ها شفتني امبوستر محمد فواز بزر خالد يا بزر القاتل تدري من هو؟ منو؟ انا؟ لا شعوذة مزكس بابا انا لقيت مع سلاح سلوم صوت علي ما صوت عليك والله من الكيس يلا اخلص حسبنا الله مرة طيب. يبوصل القاتل أمبوصل. سلاحك هذا بصاد اذا ما كان هو خالد يا محمد انتبه سلوم يا بزر وش تعال 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 معي تعال معي خالد اذا قلت لك مو بنا احلف تعال تعال يا ابا استاذ ايوه محمد فواز صوت بس ما اقدر اصوت ما تقدر تصوت اي ما اقدر طيب يقتل خالد هو يشتغل بعد ما تسكرت بيبان اوكي ما في اسكيب هذه طيب صوته شلون صوت لازم انا بصوت انا بصوت اخر واحد صوت انت وانا بقعد كذا اتخير لا لازم نحدد شخص يا عيال ما انا والله ودي اصوت على كلاش اطرد من عالمه يهرني نطرده من مره ما يقفل الباب ولا شيء طيب يلا محمد من تشك الله يقلم الحوسه بنرجع نعيد إيه؟ كان الشكوك على مزكس وسلوم راح مزكس من بقى سلوم باقي محمد فواز خلاص يلا يلا سلوم قد قرر بالحالك اما الكو الله الجيم الله يا شيخ صدقني لو صرت امبوس اذبح كلاش كذا بينكم
ها يا عيال الو كفو يا عيال محمد جيمر امبوستر كيف شلون ليش كان يلحقني للالكتريك وسحب علي وجيت اطلع عند الباب لقيت جثه لا دقيقه كان يلحقني انا انت اللي كنت عند الباب كان يلحقني انا دافع عنه يعني العادل اسال العادل واسال ريان انا سمعت الانباب طلعت كافيتيريا الادم انا سمعت ايش اللي صاير بس انا منحاش منه صراحه ما ادري ايش يقول مو قاعد يلحقني محمد جيم اجل اسكت عشان نختصر الوقت استاذ علي محمد محمد جيم وخالد اضمنوا محمد جيم انا متاكد شفت من الاصفر انا ما شفت احد والله المشي دي غريب ترى ايوه نايس الو كلاش مكان حق الكافيتيريا على اليمين بالالكتريك معي اثنين خالد ومحمد جيم ومزك شايفه في النافيجيشن على تحت محمد جيم اخر واحد جانب كريستي هذا ثاني ساس عليه شفت الجثه تعرف السيب سيب الشيلد هذا اللي يوديك للستورج يا سلوم وش سلوم سلام هلا والله كلاش الكلاش مين؟ اوكي ايوه عقش مني كان معك داني محمد فواز لا مو محمد فواز محمد جيم الكتريك ايه انا بالجهه اليمين خلص من مات اخر شيء كنت فيه الوبن الستوريج من وين جاي هذا عند باب الستوريج هذا كافيتيريا ما طلعت منها محمد جيم شكله طيب انا في الستوري قاعد اسوي سبام ريبورت ما في اي جثه فشكلي يمرقني انا اقول ريان او خالد يعني جاي من الستوري يا محمد جيم بس ما في جثه قاعد اضغط ريبورت بعد لا لا انا اتوقع عقش اتوقع عقش يا عيال راح جي 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 شباب ايزي ايزي سلوم شو يمبوسر خلاص سلوم ايش ذا الجيم اللي يجمع عشاره بالله سلوم سلوم القهر انا ديكس هلا ايش قلت قبل شوي عمت جيم راب تقفل باب يسمونه ستورج جاي من عند ميزكس انفتح الباب جيت بانزل الزباله شفت محمد جيم رحت على فوق على اليسار من جهة البنزين لقيت الجثة محمد جيم طيب أنا جاي من الشيلد جاي من جهة الشيلد طيب كيف جاي من الشيلد أنا جاي من الشيلد متقفل الباب أقول لك الجثة عند البنزين بس فوقها بشوي محمد إذا كان مو مستر عادل إمبوستر أنا ما أفهم أوكي ما تفهم إيه تدري ليش جاي من طرف يمين شاف ما في أحد راح أدور يسار ألف طيب لا تكون زي كده هم المبوستر عندك الله عليك يقرام القهر يقرام القهر بس واحد شباب رب يذبح يعني باقي على التاسكي ثمان ثواني يا عيال هو ريان بس لا 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 تصوتون عليه صوت على ميزكس انا مسكين يا اخي خش بنت حقت الميد باي وراح لل ايه يا اخي انا جاك فيه من اول ها يلا يلا متذبحنا ابغاك تفوز في الجيم بصراحه شايفك شايفك هذه جيم اخر جيم ختامها مسك اخر جيم يا عيال اخر جيم شكله صار رجال اقطع تو مهماتكم تصدق والله احسب انك كنت بحت قبل اللي راح والله خفت بشوي ما حد يقفط الصوت باتر يا عيال سلوم ها سلوم ها ها وش تبي وش ها ها تبي يا عيال تبي وش تبي خالد شلون احمر لا لحظه لحظه خالد سلم وينك انا في النافيجيشن يا عيال سلم القاتل 100% سلم القاتل يا عيال صوت علي صوت علي واذا ما طلعت انا صوت على خالد اوكي اطلع ما في محتوى اطلع ما في محتوى من عمك الو من عمك
يا جدي يا جدي اروح صوت يا عيال امرجنسي. السلام عليكم. وش وش يا وش يا عيال حقش خلاص من عمك بس بيكسب هو اللي دخل بال لا يقول من عمك من عمك يوم جو الشباب سكت. دبل دبل كل دبل خلنا شغل كهرباء بعدين دبل. ها اوه يلا يلا فنت 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 اصبر كلاس سو سو ها جو بريك يا شيخ جي جي يا جي جي